يعني ما كتبجلش الطبيعه باش تهيئه الساحل لان كانت وثيقه الشرب حقيقه توصل للبلديه بعد الله وتوصلنا حنا في اللجنه بها بعد الله واثناء اللجنه ما كاين حتى وثيقه يعني في اللجنه غير درجنه وحنا على المجلس وهذا في الحقيقه كاين قصه من الدور ديال اللجان شنو اللجان؟ اللجان هو انا كتناقش كتجي للمجلس عندك رؤيه حنا في اللجنه ما كاين حتى شي حاجه لان ما كاينش وثائق ما كاين والو كانت واحد الدردشه وحيد داكشي على المجلس في الحقيقه انا كنشوف ان هذا المشروع هذا الحاج ديال المشروع تاع السياد كان خصو يوم دراسه كان هذا يوم دراسه يخرج التوصيه يكون تجي الوقت لان هذا مشروع كبير غير هذه المدينه 25 سنه ما يمكنش يدير واحد اقتراحات 24 ساعه هذا في الحقيقه هذا واحد النوع من العبث اللي في الحقيقه ما خصناش نخاطر فيه على ايه ومع ذلك انا عندي واحد الملاحظه كنت درناها شحال هذيك واحد الجنه وهو ان ديال بما ان المشروع هو متعلق بالتهيئ الساحل كاين واحد المجموعه ديال الاماكن اللي مجموعه الاسر كيتعطل فيها تمشي للبلايا بحال داكشي ديال المنطقه ديال ولما جديد ديال الحاج فكان من المفروض انها تعمل واحد الهويه المشروع ما يكلفش بزاف وغيخلق واحد التنوع هو خلق اولوجيات اولوجيات لهاد الاماكن هذه لكن مجموعه الاسر هي اسر عندها واحد التحكم من الحدود كيتعذر عليها انها تمشي للبلايا لان ما عندهاش امكانيات وبالاضافه ان السكن العريش عندها ارتباط بهذه الاماكن اما جديد اللي تيديروا في الصيف او لا مور الحاج تقوم يعني كاين اسر وكاين الناس العريش اللي عندهم ارتباط بهذه الاماكن فالمفروض ان في هذا المشروع تعلموا اولوجيات لهذه الاماكن يكون واحد الشروط بين اولوجيات ولاماكن من هنا كتخلق تنوع لان العريش في الحقيقه عندها مؤهلات فهذه الاماكن هذه يعني من هنا خلقوا منها واحد التنوع خلقنا مجموعه الاولوجيات غادي تسهل الولوج الساكن هذه الاماكن غنخلقوا التنوع وماش السياحه ديال وغنخلقوا حتى الفرص الشغل يعني هذه الولوجيات وتحديد الاماكن راه غادي مجموعه المرافق اللي تكون مدبره للضحك واضافه